هيتركوني بحالي. والله ما كان ناقصني غير خديجة تهددني. سلطانة، يمكن نحن تسرعنا شوي، أكيد هلأ رح يضغطوا علينا ويتحججوا بالجناح. هلأ اتركنا من قصة الجناح سنبول. السلطانة خديجة قالت لي إنه بطلت تطلقه لإبراهيم باشا. شو عم تحكي يا سلطانة؟ وهلأ شو بدنا نعمل؟ لازم ندور على شي حل. دستور جلالة السلطان سليمان. مولاي السلطان، اطلع على برا. انت ما بتعرفي القرار اللي اخده بخصوص هذا الجناح؟ سليمان جاوبيني، بتعرفي؟ ايه بعرفه. شو هو هدفك هيام؟ احكي لشوف. شو بده يكون هدفي مولاي؟ انا انتقلت لهون مشان يرتاحوا الاولاد بس. صحيح حضرتك ما رضيت انه تنتقل ناهي الدوران لهون وقتها، لأنه السلطانة الأم كانت متوفية جديد وقتها. ما وافقت على هذا الشيء لسبب اتنيناتنا منعرفه كتير منيح يا هيام. يا ريت قبلت وقتها ونقلت غراضها لهون. ممنوع حدا يعيش فيه، هذا أمر مني. تطلع من الجناح فورا. مستحيل أطلع. ما بدك اتدخل بالجناح الخاص بنوب، مو هيك أمرتني؟ فلا تتدخل بالحرم لك. انت تجاوزت حدودك، نسيتي مين بيكون السلطان سليمان. اسمعني سليمان، إذا بتطالعني من هذا الجناح لازم تطالعني من كل الحرم لك. إذا كان الله معك.